مرحبا بالجميع. برنامج بزنس بلانت هذا الأسبوع يأتيكم من مالمو في السويد. سنرى لماذا الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تستثمر في الملكية الفكرية الخاصة بهم أكثر قدرة على المنافسة. معنا آن شارلوت، أنت محامية متخصصة في قانون الملكية الفكرية. نعم، هناك دراسات تبين أن الشركات التي تستثمر وتحمي حقوق الملكية الفكرية لديها عائدات أعلى ب 30% من الشركات الأخرى، كما لديها عدد أكبر من الموظفين، وهي أيضا قادرة على دفع رواتب أعلى لموظفيها. حسنا، لقد وجدنا مثالا ملموسا هنا في مالمو لتوضيح كل هذا. شاهدوا معنا. شاهدوا هذه الخوذة الهوائية لركب الدراجات. تم صنع هذا المنتوج الفريد من نوعه في العالم العام الماضي، وتم بيع 30,000 وحدة في أوروبا واليابان. بفضل أجهزة الاستشعار تحلل هذه الخوذة تحركات الدراج 200 مرة في الثانية الواحدة، وتتنبه في 20 من الثانية في حالة وقوع حادث منذ إدخالها للأسواق في 2009. أحدث الدراسات والأبحاث بيّنت أن منتوجنا هذا يحمي الأشخاص بطريقة أفضل بثمان مرات من الخوذة التقليدية. جامعة ستانفورد هي من نشرت هذه الوثائق. هذه الشركة تستثمر ما بين 20 و 30 ألف يورو سنوياً من أجل حماية الملكية الفكرية التي تطمئن المستثمرين، الأمر الذي جعل قيمة الاستثمار ترتفع إلى 25 مليون يورو في السنوات العشر الأخيرة. بعد القيام بالاستثمار في هذه الملكية الفكرية وحمايتها، الآن يمكن لنا العمل بوتيرتنا الخاصة وبكل ارتياح على مراقبة المنتوج وتطويره، وكذا تحديد الوقت المناسب لطرحه في الأسواق. الشيء الثاني هو إمكانية الاستثمار ليس فقط في عالم الدراجات، بل حتى في تطبيقات أخرى. عن شارلوت، لقد رأينا هذا النموذج. ما هو الأمر المهم؟ بطبيعة الحال حماية براءة الاختراع، لكن ليس هذا فقط. يجب أن لا ننسى أيضا حقوق الملكية الفكرية الأخرى مثل العلامات التجارية وحقوق التصميم وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية. أقل من 10% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تحمي اليوم الملكية الفكرية، بالرغم من وجود وسائل وشبكات أنشأها الاتحاد الأوروبي لمرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة ملكيتها الفكرية. قبل أن نختم برنامجنا، نصيحة صغيرة: هناك خدمة أوروبية عملية بالنسبة لرجال الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار في الأسواق الخارجية. نعم، هناك مكتب لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال حقوق الملكية الفكرية في الصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. شكراً أن شارلوت. للحصول على مزيد من المعلومات زوروا صفحة بزنس بلانت على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.